بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبهذه المناسبة الطيبة، مناسبة اختتام شهر رمضان المبارك وما وفق الله تعالى فيه عباده له من الصلوات والصيام والصدقات والتقرب إليه بصنوف البر وأنواع القربات، واستقبال عيده المبارك بخيراته ومسراته وبركاته، يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان المعظم حفظه الله تعالى. أسنى البركات، داعيا الله تعالى أن يعيد على مقام جلالته هذه المناسبة الطيبة بالخيرات والبركات أعواما كثيرة. كما أنني أتقدم بهذه التهنئة إلى الشعب العماني المسلم، وإلى جميع الشعوب المسلمة، وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والأعمال الصالحة، وأن يكفر عنا جميعا سيئاتنا، ويغفر لنا خطايانا، ويجعلنا من المقربين، ويجعلنا في هذا في الشهر الكريم الذي مضى من عتقائه من النار، إنه تعالى على كل شيء قدير. هذا وبهذه المناسبة الطيبة أذكر نفسي وأذكر إخواني المسلمين بعهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه على عباده، والواجب الملقى على عاتقهم. فإن الله سبحانه إنما خلق عباده ليعبدوه، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادة الله تعالى تعني طاعته المطلقة في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه. وفي أمهات العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وصل لهذه النفوس ببارئها من خلال تقوى الله تعالى، فإن كل عبادة من هذه العبادات تذكي في النفس الإنسانية روح التقوى. فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في شهر رمضان المبارك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا كان الصيام من أهم الأسباب التي تذكي روح التقوى في نفس الإنسان وتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب على عباده على عباد الله تعالى الذين أحرزوا هذه الفائدة، وذلك بتوفيق الله لهم بصيام شهر رمضان الكريم على النحو الذي أمرهم به، عليهم أن يستصحبوا قيم هذا الشهر، وأن يستصحبوا قيم هذه العبادة في سائر العام، في سائر العمر. عليهم أن يستصحبوا ما كسبوه من مكاسب الخير في عبادتهم لله، في تقربهم إليه بالصيام، فإن الصيام كف للنفس وقيد للجوارح وضبط لحقيقة الإنسان من مقارفة أي خطيئة من الخطايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. نعم، إن الله تعالى هو أغنى الأغنياء جميعا، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وإنما نحن المحتاجون إلى الله، نحن بحاجة إلى أن يغفر الله تعالى لنا خطايانا، وإلى أن يزكي نفوسنا بتوفيقنا له لأداء هذه العبادات على الوجه المشروع الذي يقربنا من الله، والذي يزكي في نفوسنا روح التقوى. ولا ريب أن مسؤولية العالم الإسلامي
في هذا العالم بأسره هي مسؤولية كبرى، فإن الله سبحانه وتعالى ناط بعباده المسلمين مسؤوليات عظمى، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يمكن للإنسانية أن تسعد وأن تستقر أحوالها وأن تهدع أوضاعها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما في ذلك من ضبط حياة الناس حتى لا يتصرفوا تصرفا أهوج يؤدي إلى الدمار والعياذ بالله. ونحن نرى العالم يتسارع إلى دماره والعياذ بالله، فالحرب تشتعل اشتعالا، ومع هذا الاشتعال لا نكاد نسمع صوتا يدعو إلى إطفاء سعيرها، بل الأصوات تزيد شعارها، تزيد ضرامها استعارة. وهذا مما يدعو إلى الأسف ويدعو إلى الحيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فإن الحرب كالنار إن اضطرمت لا يدرك أي أحد التحكم فيها، ولا يدري الإنسان إلى أين مداها. فمن هذه الناحية يجب على العالم أن يتسارع إلى إطفاء هذه الفتنة، وذلك يعود أولا إلى الإيمان بالله، فإن العالم ما أصيب بما أصيب به من هذه النكبات إلا بسبب بعده عن الله تعالى، فقد بارز الله تعالى بالفواحش وجعل أفحش الفواحش وأسوأها وأقبحها مما يزيدهم مدنية ويزيدهم حضارة في هذا العالم. فهذا العالم لا ندري إلى أين منتهاه، فهو يسير بخطى حثيثة والعياذ بالله إلى الدمار، ولا ينقذه من الدمار إلا الإيمان، الإيمان الذي يوصل العباد بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بأمره ويذكرهم بزجره ويذكرهم بالانقلاب إليه. هذا الإيمان هو الذي يكفف هذه النفوس عن التسارع فيما يؤدي إلى هلاكها. فمن هنا ندعو العالم بأسره إلى أن يراجع نفسه، ندعوه أولا إلى الإيمان بالله، إلى التمسك بأهداب الفضيلة، وإلى السير في طريق الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لذلك، كما ندعو المسلمين أن يلوحوا في وسط هذه الدياجير بمشاعل الهداية، وأن يكونوا مذكرين بالله، فإن ذلك من أبرز خصائصهم. فالله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم يتحلى المسلمون بهذه الأوصاف فقد تخلوا عن رسالتهم في الحياة، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يقوموا بالواجب الذي نيط بهم خير قيام، وأن يحرصوا على رأب صدعهم وجمع كلمتهم والتآلف بين قلوبهم على النحو الذي يرضي الله، ولا يؤلف هذه الأمة شيء كتآخيها في الله سبحانه وتعالى وترابطها برباط الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمة مأمورة بأن تعتصم بحبل الله وأن تتجنب جميع أسباب الفرقة والاختلاف الذي يمزقها أشياعا وأحزابا. نسأل الله تعالى العافية للجميع، ونسأل الله أن يعيد على الجميع هذه المتناسبات الطيبة بالخير والفلاح والفوز والسعادة والتمسك بأهداب الفضيلة والسير قدما إلى الله سبحانه وتعالى. وكل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.